اي كلام عن السجاير هو كلام بيهم 18 مليون مدخن في مصر. الايام اللي فاتت تم الاعلان عن زياده اسعار السجاير، اسعار السجاير بعد الضريبه، والاسعار دي تم تحديدها بمعرفه الشركات والحكومه، المفروض انها معلنه للمدخنين، لكن دايما وابدا مع كل ازمه او حدث بيحصل بنلاقي مافيا، ناس بتستغل الاحداث عشان تحقق ارباح، تجار بيبيعوا السجاير اعلى من سعرها المعلن رغم الزياده اللي اتحددت من كام يوم، التجار بيستغلوا السوق، بيعطشوا السوق، بيخبوا بيشيلوا انواع معينه وبيرموا اللوم على نقص الامدادات. لكن الازمه في الحقيقه زي ما بيقول كتير في السوق مرتبطه بان الموزعين والتجار بيخزنوا البضاعه وبيستغلوا السوق فيرفعوا الاسعار، وانه الزياده الاخيره كانت 50 قرش في اسعار التبغ وكل المنتجات زي ما تم اعلانها في الجريده الرسميه. رئيس شعبه الدخان في الغرف التجاريه ابراهيم امبابي قال انه الازمه مش هتتحل الا من خلال ثلاث محاور، اولا تعديل الضريبه وده حصل، والتوزيع المباشر وتوزيع المضبوطات من السجائر الموجوده تحت تصرف جهات التحقيق. والحقيقه يعني واضح انه الازمه، طبعا انا مش مدخنه وما بشجعش على التدخين، ولكن بما انه يعني عندنا 18 مليون مدخن في مصر فاكيد محتاجين نتكلم عن هذه المشكلة. ينضم إلينا على الهاتف رئيس شعبة الدخان في الغرف التجارية إبراهيم إمبابي، أهلا بحضرتك معنا. ومن يقف وراء أزمة السجائر في مصر؟ مساء الخير يا فندم. أولا أنا رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إحنا صناع. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حضرتك لمستي كبد الحقيقة. حضرتك جبتي المشكلة من جذورها. حضرتك انا من 5 شهور بنادي بقول يا اهل الخير احنا مش هنخترع العجله، حضرتك معانا هنا، قلت الحل بالظبط. حضرتك هل من مستمع؟ هل من مستجيب؟ حضرتك والله في تمام لو قعدوا يزودوا يا فندم المكسب مغري 100%. حضرتك انت جبت المشكله، المشكلة فين؟ في الحلقة الوسيطة. طب ما نلغي الحلقة الوسيطة، التجار المشكلة كده بصراحة وبوضوح من الآخر عند التجار، تجار السجاير بالظبط يا فندم. فقول لك ولا عند الرقابة؟ لا الرقابة عملت اللي عليها، ما بقى الجهة الوحيدة اللي ماتت خلال ال5 شهور دول في الشغل هي مباحث تموين فقط لا غير. ليه؟ حضرتك أنا أعرف أقيم نجاحك بإيه؟ بعدد مشاهدينك، بحوارك، ب زي ما لمس كبد الحقيقه في لحظه، في كلمه قلتيها خلاص يبقى المستمع انت شدتيه. حضرتك شوف المضبوطات اللي عندي معالي النائب العام اللي المباحث جابتها قد ايه، هو ده اللي نقدر نحكم عليه. ولكن انا بناشد من منبرك المحترم وفكرك، انا بقول يا شركات مش هنضحك على بعض، انا صنايعي مش ترشاجي. حضرتك انت علشان تريح نفسك بتقوم جايب متعاهد او تاجر مديله الحصه كلها، هو معطش السوق، المستهلك لما يروح ماركت او يروح محطه بنزين مش هيلاقي المنتج. لا انا بقى اضحك على التاجر ده واضحك على السوق وابتدي اعمل اقلب الخطاب التوزيعي، ابتدي اوزع في محطات البنزين وطنية، ده ناس محترمة مش هيخبوا ولا يحطوا سعر زيادة، سوبر ماركات محترمة ما يقدرش يزود السعر. تمام. حضرتك الكشاك، حضرتك ايه اللي خلى كليوباترا تنتشر؟ كان زمان تروسيكل بيعدي على كل كشك بياخد له قاروصة سجاير، قاروصة، يبقى انا هنشر المنتج. الخطوة الثالثة اللي هي بناشد معالي النائب العام المضبوطات اللي على حياده حضرتك محطات وطنية، دي شركة تبع الحكومة وشركة محترمة مش هتدوي. فاذا لو عملت قلبت الهرم التوزيعي اللي كل مدخن هيروح، وعلى فكره التاريخ هيكتب من اللي سبب دمار كل بيت مدخن. انا النهارده عشان اجيب علبه ثمنها 27 جنيه اجيبها ب 55، انا باخد من قوتي وقوت عيالي. يا جماعه احنا في زمن لابد من الحكومه تتدخل، ليس بكم رجل رشيد.
يا جماعه تعالى تعالى يا شركه شرائيه حصتك دي انا هاخد التلت احطه في محطات البنزين بالامر. احنا مش في مش في مش في, في رفاهيه، احنا في ازمه، احنا في ازمه. معلش اسمحي لي، انا مواطن مصري بحب مصر، واقول لك من منبرك في مشكله وبدق جرس الانذار اهو علشان انا نبهت في مشكله لا تتخيليها تحصل. ايه هي؟ ومن منبرك اول واحده بقولها لك اهي حضرتك. استاذ ابراهيم اشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه من الاخر كده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انه اللي يغلى ما تشتروهوش، دي فرصه والله ان احنا نبطل التدخين. انا طبعا انا ما ببطل، انا مش هبطل لان انا اصلا مش بدخن، ولكن يعني بقول احنا نبطل التدخين للمدخنين، لانه 18 مليون مدخن في مصر والله ده كتير. ممكن تبقى فرصه حلوه جدا ان احنا نبطل السجاير، هتبقى خساره فلوس وخساره صحه لو ما بطلتش السجاير. طيب.